رغم الإعلان عن أكتر من مسلسل هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي، إلا إن الفنانة آيتن عامر لسه ما أعلنتش عن أي عمل هتشارك فيه، وده خلى البعض يقول إن ممكن خبر إن آيتن حامل يكون صحيح، عشان كده ما أكدتش مشاركتها في أي عمل رمضاني ولا كمان نفت أو أكدت خبر الحمل.